بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله عن صحابته الكرام وأرضاهم أجمعين، أما بعد أيها الموحدون بالله، استمعنا إلى آيات بينات من أول سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود جلال الصنهوري ذلك الشاب الصاعد الواعد الذي يتلو وتستمع إليه القلوب بخشوع وخضوع، وهو يتلو هذه الآيات البينات من أول سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه السورة الكريمة كانت سبباً في إسلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حينما كان متوجهاً قبل أن يعلن إسلامه متوجهاً إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كي انظر كي يقتله. سيدنا عمر قبل إسلامه متوجهاً في الطريق سائراً إلى بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم كي يقتله، وهو في الطريق يقابله رجل: إلى أين أنت ذاهب يا عمر؟ إلى بيت محمد. قال له: قبل أن تذهب إلى بيت محمد، ألم تعلم يا عمر بأن أختك فاطمة قد أعلنت إسلامها؟ ويتغير الموقف في لحظات، ويتغير الطريق من بيت محمد إلى بيت فاطمة أخت عمر كي يقتلها، ويذهب عمر إلى بيت أخته فاطمة ويطرق الباب طرقة قوية بكلتا يديه، وكان موجود في البيت فاطمة وزوجها ورجل يعلمهم القرآن الكريم يسمى خباب بن الأرت. خرجت فاطمة تفتح الباب وهي تقدم رجل وتؤخر الرجل لأنها تعلم أن الذي بالباب أخيها عمر، وفتحت الباب ويقابلها عمر بلطمة قوية على خديها طار القرط من أذنيها، ويقول لها عمر: ما الصحيفة التي بيدك؟ قالت له: إنها قرآن كريم من أول سورة طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. قال لها عمر: ناوليها إلي. قالت: لا، لا يمسه إلا المطهرون. اذهب يا عمر فاغتسل وتوضأ ثم مس الصحيفة. وهنا في هذه اللحظات يا أخ الإسلام
بدأ الإسلام يدخل قلب عمر رويدا رويدا. وما هي إلا لحظات، إلا وذهب عمر فاغتسل وتوضأ وأتى إلى بيت أخته فاطمة ومس الصحيفة وقرأ ما فيها، ثم قال لها: سأذهب الآن إلى بيت محمد كي أعلن إسلامي. وبالفعل بحث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، فإذا هو في بيت الأرقم ابن الأرقم ومعه لفيف من الصحابة. وطرق الباب عمر، فقال الصحابة لرسول الله: إن الذي بالباب عمر. قال: دعوه يدخل، فإنني دعوت الله عز وجل أن يعز الإسلام بأحب العمرين إليه، فكانت هذه الدعوة من نصيب عمر بن الخطاب. وحينما دخل عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هنا وما أدراك ما هنا، كبر الصحابة تكبيرة اهتزت لها أرجاء مكة المكرمة. هذه الآيات سورة طه، اقرأها يا أخ الإسلام وتدبر واعرف أنها كانت سبباً لإسلام عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. ومن عمر إلى هنا، حيث اليوم الأول من شهر شعبان المعظم، هذا الشهر الكريم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر من الصيام فيه، سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، لما أراك تصوم في شعبان أكثر من غيره من الشهور؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أسامة، ذلك شهر يقع بين رجب ورمضان، وهو شهر يغفل عنه الناس، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. عرفتم أيها الموحدون بالله سبب صيام رسول الله كثيرا في شعبان، أنه شهر يغفل عنه الناس وشهر ترفع فيه الأعمال، فالأعمال ترفع يوميا، وهناك أعمال ترفع يوم الاثنين والخميس، وأعمال في ختام السنة، لأن ختام السنة العبادية شعبان وأولها رمضان، فأعمال السنة الماضية ترفع في هذا الشهر الكريم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكسر من الصيام فيه حيث ترفع فيه الأعمال، وكان يحب أن يرفع عمله إلى الله وهو صائم. فأكسروا من الصيام في هذا الشهر الكريم ترفع فيه أعمالكم إلى رب كريم يقبل التوبة، قابل التوبة وغافر الذنب، وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير.
وتحدث أيضا فضيلة القارئ في سورة طه عن جانب من قصة سيدنا موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم. وقف موسى يناجي ربه ويقول له: يا رب، يا رب، أريد أن أعرف من هو رفيقي في الجنة. قال الله له: يا موسى، أول رجل يمر عليك من هذا الطريق هو رفيقك في الجنة. فمر عليه رجل وألقى عليه التحية، وصار الرجل، ودخل الرجل بيتا، وبالبيت امرأة عجوز مقعدة وموسى سائرا وراءه يريد أن يعرف ما العمل الذي يعمله ذلك الرجل حتى نال مرافقة الأنبياء في الجنة. فإذ بالرجل يدخل هذا البيت ويخرج من جيبه لفافة لحم وينضج اللحم على النار ويطعم المرأة ويقوم على خدمتها وينظف البيت من حولها ثم يخرج. فإذا موسى في انتظار: من هذه المرأة التي كنت على خدمتها يا رجل؟ قال: إنها أمي. قال: أوما تدعو لك بدعاء بعدما تقوم بخدمتها؟ قال: تدعو. قال: ماذا تقول في دعائها؟ قال: تقول: يا رب، يا رب، اجعل ابني رفيق موسى بن عمران في الجنة. قال له موسى: أبشر يا رجل، فأنا موسى وأنت رفيقي في الجنة. أرأيتم أيها الموحدون بالله ما العمل الذي عمله ذلك الرجل حتى نال مرافقة الأنبياء في الجنة؟ خدمته لأمه. فالسعيد كل السعادة من كانت أمه أو أبوه على قيد الحياة وقام على خدمتهما وقبل يدهما في الصباح والمساء. فالجنة تحت أقدام الأمهات. واليوم ودعنا أما فاضلة عرجت روحها الطيبة في أول يوم من شعبان. أراد الله عز وجل أن ترفع روحها في هذا الشهر الكريم الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها عسى أن تصيبكم نفحة لا تشقوا بعدها أبدا. وها هي أيام النفحات تهل علينا، ها هي أيام الخيرات تهل علينا. فاللهم يا ربنا ندعوك في هذه الليلة الأولى من شهر شعبان أن تتغمد الفقيد بواسع رحمتك وأن تلهم أهلها وزويها الصبر والسلوان. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم أكرم نزلها ووسع عليها قبرها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم غسلها بالماء والثلج والبرد. اللهم نقها من خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها. اللهم ألحقها بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم يمن كتابها ويسر حسابها واجعل هذه الليلة أسعد لياليها. اللهم اجعلها تمر على الصراط بسرعة البرق. اللهم اجعل في قبرها نورا وعن يمينها نورا وعن يسارها نورا ومن فوقها نورا ومن تحتها نورا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا،
اللهم انصرنا على أعدائنا وثبِّت أقدامنا، اللهم بارِك لنا في رجب وشعبان، وبلِّغنا رمضان يا رب العالمين على خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.